بعض الاحيان رهونه شويه في احداث الشوط الثاني، لكن اعتقد انه النهارده خوان كارلوس برونو باسكوال هيتعامل مع اللاعبين بشكل قاسي جدا في ما بين الشوطين، بحيث انه يحافظ على التركيز وانه يزود الغلب من الاهداف في احداث الشوط الثاني، لانه عارف قيمه هذه المباراه والدخول ممكن يحصل في الضربه النهائيه وصيف بتاكيد. ده كلام مهم وكلام محترم. طيب بدأ انت عندك حاجه مع الزميل العزيز، معانا تليفون. الزميل العزيز احمد الاحمر من ملعب المباراه. الو، كابتن احمد الاحمر طبعا منصه اللجنه الاعلاميه للجنه الاولمبيه المصريه. قول لنا ايه اللي بيحصل عندك في ملعب المباراه؟ والله حاجه طبعا الصفحه غير عن الفرق، ويعني حاجه طبعا الصفحه ده في منتخب مصر كره اليد بيقدم الاداء الهايل ده قدام منتخب السويد في الشوط الاول 13-9. في ثقه عند لاعبتنا، في واضح ان هم قاعدين منتخب السويد كويس جدا. الناس المصريه المفروض هي بتشجع بشكل كبير جدا، حتى المنظمين اللي هم الفرنسيين اللي موجودين في المدربات او بيشجعوا المتطوعين بيشجعوا منتخب مصر مع كل جون بيجي، حتى ساعه ما تاكيد لعيبه منتخب مصر بيشجعونا. منتخب مصر قدر ان هو في الشوط الاول يفرض سيطرته بشكل كويس جدا، قدر يوصل لمرمى المنتخب السويدي عن طريق اللي هي التسديدات من على منطقه 6 متر من الخارج، ودي كانت احرز حاجه يعني حتى من على الاهداف كانت اهداف صغيره جدا، 15 هدف اللي جبناهم. واضح ان احنا من العمق شغالين كويس جدا عن طريق يحيى خالد ويحيى السامع واحمد احمر واحمد هشام جودو، عاملين اداء عالي جدا. ولازم نتكلم عن كريم بن داوود حارس مرمى المنتخب، طبعا عمل فارق جدا في الشوط الاولاني. طبعا فارق جدا مع منتخبنا في الشوط الاولاني، وقدر ان هو يوصف ان المنتخب السويدي ما يقدرش يحرز 9 اهداف. انا متفائل بالمباراه ديت ان احنا ان شاء الله نقدر نحقق اول فوز في تاريخنا على المنتخب السويدي. احنا ما فزناش قبل كده على المنتخب السويدي في اي مواجهه لعبناها معاه، تعادلنا مره على حد فقط تغيير، فيعني 10 مرات خسرنا 9 ماتشات وتعادلنا مباراه. انا شايف باذن الله وربنا يتم باذن الله ان احنا نقدر نخش مباراه النهارده عشان نبقى نضمن الترتيب الثاني، وعندنا مباراه اخيره مع البحرين، وبالتالي مجموعه ثاني مجموعه هتقابل ثالث مجموعه الدور الثاني. والله هم برضه هناك الدنيا اقوى من بعضها، تتقابل الثالث تقابل الرابع، يعني الامور ما هياش سهله، ولكن في النهايه تركز على روحك يعني يا احمد. كان في مباراة احنا تأكيدا لكلامك، كان في مباراة قوية جدا ما بين فرنسا واسبانيا. قبل مباراة منتخب المباراة كنت بتفرج عليها، يعني انت متخيل اسبانيا بتغلب بفرق 4 نقط فقط من منتخب فرنسا، وتخليهم كبار جدا، مواجهة كبيرة جدا قوية. فعلا المجموعة الثانية صعبة، كل المباريات صعبة، المنتخب لازم هيحقق العودة. قول لي من كلامك مع اللعيبه ومع المنتخب، هل هم حابين يقابلوا منتخب معين؟ يعني هل في تقدير مثلا لمنتخب اسبانيا ولا المانيا ولا النرويج، عايزين يقابلوا مين؟ للامانه ممكن اتصور من كلامي هم مش فاهمين هم عندهم، انا احب كده. هم عندهم ثقه رهيبه جدا ان هم عاوزين يعملوا انجاز، والاكثر من كده ان هم جايين في طوكيو 2020 بتهنئه ضمير ان هم ما حققوش بس المتصدر في كاس العالم. ده ليه؟ ده عملنا ماتش تحفه قدام الدنمارك، وكنا قاب قوسين او ادنى ان احنا نعدي هذه المباراه. 10:10 فقرة غنائية من الإنشاد الديني مع محمد فوزي، ياسمين الخيام، وعبد الفتاح راشد. تنضم موجات صوت العرب إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة الخارجية لنقل شعائر صلاة الجمعة في 11:30 تقريبا، ونعاود في 1:45 لنستمع إلى إنشاد وردة سبحان الله. صورة جديدة على موجاتنا، موعدها 1:15 و10:10 في عالم الثقافة، نلتقي مع علي الطواب. عناوين الأخبار 1 وحلقة جديدة من شعبي عربي، نستمع خلالها إلى باقة غنائية شعبية من حسين الجسمي، فاطمة عيد، أحمد فتحي، بدرية السيد، وعبد الله بالخير. وفي 1:30 فترتنا الإخبارية الثالثة حتى الثانية لنعاود الغناء مع محمد الحلو، وبعده ميتا المغربية، ثم طلع المداح. مع الله يقدم الأستاذ رجاء عطية في 2:15، إخراج أشرف مدير.
مرسوم وفيكم بعناوين الأنباء وخطة جديدة من حوار مع مستمع، مشروع تخرج تقديم رحاب سالم الرابع إلى الثلث، وفي الثالثة ونصف وست دقائق ويحين موعد أذان العصر بمشيئة الله في الثالثة ونصف وثماني دقائق، أما في الرابعة إلى خمس دقائق فنقدم لكم حلقة جديدة من حدث في مثل هذا اليوم. برلمانات عربية تقديم أشرف عبد العزيز مع لقطات الرابعة، وحتى الرابعة ونصف موعد الدراما الإذاعية وقصر الشوق إخراج بهاء طاهر. الصلحة كمالو تغنينا لطيفة في الخامسة إلى الربع، ثم نستمع إلى راشد الماجد من السعودية مشكلني. نقش حجر تقديم مهاب ممدوح إخراج سعد حسين في الخامسة، وحتى الخامسة ونصف موعد الفترة الإخبارية الرابعة. أسعد الأوقات نتمناها لكم دائما على موجاتنا. وشاب راحته فين الفاول فين يا عم؟ ما اعتقدش ان كان في حتى هو علي زين بيتكلم معاه بيقول له يعني انا ما لبستوش، وبيتكلم مع فنتورا شارلوت بونا فنتورا. ايوه يا جماعه اهي الكوره اتحطت على الدايره، هو سابه وحد اتلمس اساسا.